مع تأقلم المواطن اللبناني مع حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، تحاول المؤسسات التجارية أيضاً قدر الإمكان أن ترسم خططاً بديلة مع بداية كل أزمة، فالمطاعم والشركات والمحلات الصغيرة في مدينة صيدا تحاول النهوض من جديد، على الرغم من تأرجح سعر صرف الدولار بين ساعة وأخرى، وعدم وجود مؤشرات على استقرار البلاد أمنياً واقتصادياً. ليك صيدا أحسن شوي من غير مناطق لسببين. أول شيء هي من الجنوب اللي اليوم فيه تواجد كبير لأشخاص يتقاضوا رواتبهم بالدولار الأمريكي. تاني شيء في عنا المخيمات الفلسطينية اللي كمان في جزء كبير منهم يتقاضوا رواتب بالدولار الأمريكي، فبعد أحسن بشوي مش بكتير من باقي المناطق اللبنانية. ما في كتير مؤسسات بهالفترة أقفلت، ولكن هن عم بنزعوا كلهم سوا اليوم، وإذا بده يصير في إقفال بدنا نشوفه بالفترة الجاية. أشخاص اللي قاعدين برات يعني ما بديروا مؤسسة أو هن مستهلكين فقط، بيجوا بفكروا أنه أصحاب المؤسسات عم يعملوا أرباح خيالية. اليوم مش هيك الوضع. اليوم الرواتب والأجور عليت بشكل كتير كبير، يعني ما بقى في حدا عم يعطي 675 ألف ليرة لولا أجير عنده. هل رواتب الموظفين ارتفعت؟ حكما ارتفعت، وارتفعت أضعاف، أضعاف 3 و4 و5 و6. كل مؤسسة على قد ما فيها تعطي للموظفين تبعولها. من سخرية القدر أنه حتى اليوم اللي بيتقاضى راتبه بالدولار الأمريكي قدرته الشرائية تراجعت، لأنه اليوم كان يصرفه على رقم معين ويشتري فيه عدد معين من السلع، يعبي فيه عدد معين من تنكات البنزين، يدفع فيه رقم اشتراك معين. اليوم صار يصرفه على مبلغ أقل، ولكن مصروفه بعده على أيام 33 ألف ليرة. كمان هذا الشخص اليوم خفت مشاركته بالدورة الاقتصادية، لأنه صار عم بروح على الأساسيات فقط، غير العالم اللي بعد اليوم عايش بوهم أنه بده يرجع يطلع سعر صرف الدولار، فهي عم تصرفه 100 100، مش عم تصرف مثل قبل مثل ما كان تصرف 500 و1000 دولار. صار اليوم كل واحد عايش على الأساسيات فقط لا غير. أما عن جولات وزارة الاقتصاد في مدينة صيدا، فهي لم تحد من ارتفاع الأسعار ولم تضبط الأسواق بالشكل المطلوب. بس العالم بعد عم تسأل ليش الانخفاض بأسعار السلع ما وصل لنفس الانخفاض بسعر صرف الدولار. المشتقات النفطية ما رخصت، هذا أول سبب. البنزين والمازوت الغاز بعدنا عم نشتريهم على السعر اللي كانوا موجودين فيه على أيام 33 ألف ليرة، هذا واحد. اثنان، ما في كهرباء. نحن كلنا اليوم عايشين على المولدات، معناتها إذا كان قبل عنا ساعتين أو 4 ساعات تغذية أو 6 ساعات تغذية، اليوم نحن ما عنا ولا ساعة، وهذا كمان عم بضيف على أكلاف المؤسسات والشركات والمعامل، وكل حدا اليوم فاتح مؤسسة هو بحاجة الكهرباء، سواء عم يخدم من المولدات، وبالتالي فاتورة المازوت العالية عم يتحملها اليوم بشكل أعلى. ما حدا بيعرف شيء هون بهالبلد، نحن عايشين ببالون كبير هلأ، ما حدا بيعرف بده يضل السعر هيك، بده ينزل، بده يطلع، لأنه هن وهمونا بشيء اسمه العرض والطلب. هلأ اليوم بيقولوا لك أنه اليوم في طلب كتير على اللبناني وفي عرض للدولار، فعم ينزل سعر صرف الدولار. بكرة شو بيصير ما حدا بيعرف. وزارة الاقتصاد اللي قامت فيه مشكورة بأنها تلحق مديرية حماية المستهلك أسعار السلع بالسوق وغيره عظيم، بس هن بيضلوا ينقوا أنه هن ما عندهم موظفين، ما عندهم مراقبين، ما عندهم ريسورسز. خي عظيم، بدل ما تنزل تبر مع 10,000 سوبر ماركت، يا خي حدا راح شي على الشركات الكبيرة وبرم وشاف فواتيرة كيف كانت عيام 33 ألف واليوم فواتيرة على 20 ألف؟ ليش الأكل بده يكلها الصغير؟ يا خي ما هذا الصغير، يعني عم بتحاسب اللي بده يربح 100 ألف ليرة زيادة وتارك اللي عم يربح 100 مليون دولار زيادة؟ خلينا نروح على هونيك، بدنا عالم أقل، وبدنا مراقبين أقل، وبدنا مفتشين أقل، وخليني يسكروا شركة من الشركات الكبيرة، شو بده يصير؟ ككريم جروب كيف قادرين تصمدوا بهذا الوضع؟ شو حاطين خطط لقدام لمواجهة كل هاي التحديات؟ نحن على بساط أحمدي حاطين باعتبارنا أنه ما في دولة، وماشيين بالمبادرات الفردية، ماشيين بحالنا نحن، شو فينا نعمل؟ نحن موزعين نشاطاتنا الاقتصادية، إذا في شيء واقف عم نجرب أنه نسند حالنا على شيء تاني، عم نجرب الماكسيموم أنه نحافظ على كل القدرة البشرية اللي عنا إياها، ومتكلين على الله ومنقول برك إن شاء الله بكرة بيزبط البلد، ما عنا حل آخر.
على الرغم من كل العراقيل وعدم دعم الدولة لكل القطاعات، تبقى صيدا مدينة ذات قيمة اقتصادية مهمة عبر التاريخ في لبنان.